في القرآن. المحطة الثانية محطة الإنتاج. محطة شنو؟ الإنتاج. هاي هم أريد أقف عندها عبر كم محطة. المحطة الأولى أيها الأحبة، أصول الإنتاج في ثقافة القرآن الكريم كل بتعليم من الله تعالى. نقطة رأس السطر. أكرر، أصول الإنتاج من بداية التاريخ في ثقافة القرآن الكريم إجا بتعليم معلم، واللي علم الإنسان كل ذلك من هو؟ الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها. ولما علم آدم قال لأنبئ الملائكة وعلم البشر. القرآن الكريم شنو يقول عن نبينا؟ يزكيهم وشنو؟ ويعلمهم. احنا نعتقد أصول الإنتاج، أصول الصناعات، أصول التخصصات كلها منين مأخوذة؟ من الله تعالى. أحسنتم. أول من خلقه الله مثلا بعالم أصل الخلقة محمد وآل عليهم السلام، أول من خلقهم. بعدين خلق آدم، علم آدم الأسماء كلها. آدم هم نزل للأرض من بعد ما علمه الله الأسماء كلها، هم علم الخلائق. الله يقول عن نبينا يزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب. آدم علم الناس أصول هاي العلوم كلها، الأنبياء وأوصياء الأنبياء. يبقى إحنا نشتغل عليها ونستخرج أسرارها ونطور أنفسنا يولا، هاي بعد هنا شيء آخر. التبه لي شوية، التفت لي شوية. زين، أنا أسألكم بالله، أهل الدين قال عنهم القرآن واصنع الفلك، واصنع الفلك، وما قال عنهم القرآن؟ ليش ما تجاوبون؟ اصنع الفلك، الفلك شنو هو الفلك؟ الباخرة يعني، اصنع باخرة، مو هالشكل يولا، اصنع الفلك. زين، الأنبياء عليهم السلام وأوصياءهم مثل سليمان كان عنده دولة متقدمة وما كان عنده دولة متقدمة. دولة سليمان سبقت الدول اللي عندها الآن مركبات فضائية بتسخير الريح كما ذكر القرآن الكريم اللي احنا نعتقد به. سبقت وما سبقت دولة سليمان؟ سبقت، سبقت. عبد صالح مؤمن صنع سد في ثقافة القرآن الكريم وما صنع؟ ها، هذا السد فيه فوائد للناس كثيرة وما فيه فوائد. على المستوى الأمني خلصهم من يأجوج ومأجوج، وعلى المستوى الاقتصادي خو هذا السد يقدر يكون خلفه ماء، وهذا الماء يتوزع بشكل عادل على المزارع، والمزارع هم تدر أموال يوم تدر أموال، تدر أموال. هذا كله صار بالتاريخ، والقرآن الكريم ذكر كل ذلك في الواقع. شلون علم؟ بشنو علم؟ علم بالقلم، سورة العلق. زين كملوا. علم الإنسان ما لم يعلم. انتوا حتى هاي العلوم وهاي التطور التكنولوجي وغيره الآن الموجود في الأرض، هذا أصلا منين؟ من الله تعالى. علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت ليش تتنكر لفضل الله تعالى وتقول هو شنو عندك غير صلي لله وما شنو؟ ليش؟ كل ما عندك الآن هو من الله، وكل ما تعلمته هو بتعليم من الله من خلال الأنبياء والأوصياء وكتب السماء. وإلا البشرية بذاك الوقت كانت جاهلة ومو جاهلة، جاهلة. إجوا الأنبياء علموهم على كل شيء. إخواني لو تشوفون بالتاريخ نانا هواي أكو معلومات جميلة وحلوة، بس تعال وقت ماكو. مثلا أول من خاط أول من خط الخط تشوفون نبي، أول من خيط الملابس تشوفون نبي، أول من علم الناس على كذا تشوفون إلى آخره. النبي من الذي علمه؟ الله تعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، علم آدم الأسماء كلها. أكثر من ذلك أقولكم في ثقافة القرآن الكريم. ونحن في المحطة الثانية اللي هي محطة الإنتاج. الأمر الأول اللي فيها أن أصول الإنتاج كلها مأخوذة منين؟ من الله. عن طريق منه؟
أنبياء أوصياء حجج. هاي المخططات مهمة ترسم. زين، القرآن الكريم يذكر الحيوانات وكذا وأنه تستفيدون منها، يعني إلى آخرها، بالركوب وتستفيدون منها مثلا بالشعر والوبر وكذا ولحومها وألبانها وإلى آخره. القرآن يذكر ذلك، بعدين شنو يقول في آخر الآية؟ يقول ويخلق ما لا تعلمون. أسألكم بالله، هاي مفردة ويخلق ما لا تعلمون، رحمها يتسع لكل ما سيصل إليه التطور إلى يوم القيامة لو ما يتسع؟ يعني الآية من نزلت كانت تتكلم مثلا عن البغال وعن الكذا وأنها وسيلة للوصول إلى آخره، مو الشكل ولا. بعدين الآية لما تقول يخلق ما لا تعلمون، الآن الطيارات اللي توصلنا لها، السيارات اللي البشر توصل لها، القطارات اللي البشر توصل لها، ما لا تعلمون بذاك الوقت يوم ما لا تعلمون، ما ذاك الوقت ما لا تعلمون، الآن صاروا يعلمون بها. بعد 1000 سنة أنا وياك خو ما موجودين، بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة البشرية وين راح توصل؟ وبمواصلات احنا الآن وصلنا طائرة قطار سيارة، بعد 1000 سنة وين يوصلون؟ ندري يوم ما ندري، ما ندري، مثل نزلة الآية بزمن قبل 1000 سنة. خو القرآن من قال له يخلق ما لا تعلمون كان يتصور راح تجي طائرة؟ لو قطار ما كان يتصور. بعد 1000 سنة المواصلات شلون راح تكون؟ ما ندري، ما ندري. يخلق ما لا تعلمون، القرآن الكريم يعبر. هل هل التعبير هذا رحمه يتسع لكل ما سيأتي في الواقع. كتاب عظيم، أقول كتاب عظيم، كتاب عظيم، من نزوله إلى يوم القيامة الناس المفروض تستفيد منه، وما يحجم مرور الزمن، ما يحجم مرور الزمن، لو يضعفه، لو يأخذ بريقه أبدا. هذا الكتاب العظيم لليوم صامد والبكرة هم صامد، ويواكب الزمان بهيك خاصية. هذا الأمر الأول بجانب الإنتاج.